لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الناموس بالشوط الرئيسي للحيل الانتاج راهية تحقق الناموس سلام برحبش السلام تهانينا والمبروك على فوز راهية وتحقيق للانجاز تهانينا لمحمد بن عبد الهادي ومحمد بن حبيشة النابت علي بن عبد الهادي بن حبيشة تستاهل فوز راهية وانتزاع على شوط الانتاج الحين تستاهل خير الله يطول عمرك ويسلمك مش سلالة راهية سلالتها راهية راهي بعير قعودة بعير البرنس بعير جر الله بن عقيل ومشاركات راهية قبل اليوم أول اشتراك لها في التمهيدي في الشوط المفتوح جاء الثاني في التمهيدي الثاني حصل على المركز الثاني في الشوط المفتوح نعم ما طلب لها من هذا نعم رصيدها في العام أعتقد أنها عندها سيارة أخذ سيارة ثاني على السيارة سبوق الناقة عندها سبوق واجد مسارها اليوم في الشوط كيف شفته؟ صلى الله عليه مسارها طيب حقت حقت بدون أوامر لا قامت في نص الحال حقت بدون أوامر بروح وبشر من الشعار نتائجي في هذا السباق الحمد لله سبق ثاني الحمد لله وهذه النواميس لمن تهديها؟ نهديها مشجعين راهية ونهديها للربع كلهم الله يطول عمرك ونهديها لولدي في بريطانيا الله يحفظه من هو؟ عبد الهادي بن علي نهديها لعبد الهادي اللي في بريطانيا يتابعنا من خلال هذه المقابلة وهم قلت تستاهل فوز راهية وإن شاء الله الخير قادم وبيض الله وجهك شكرا جزيلا جالبيك في الجنة الله يثني عليك